الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي اليوم في اللقاء العربي بالنسبة لمناقشة الربيع، كلمة الربيع، الربيع المجتمعي، واللي احنا عايزين نتكلم عنها اليوم إن شاء الله. الربيع المجتمعي والربيع الفصلي، نوعين من أنواع الربيع اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة. قبل ما نتكلم في الربيع وانواعه، كتير جدا من الشباب كلموني، خاصه ان في مشاكل كتيره جدا حاصله في الامه العربيه والامه الاسلاميه والعالم، وساعات بيلوموني على ان انا ما بشتغلش في العمل الاغاثي المباشر زي ما كنت بشتغل فيه من زمان. ولكن انا اذكرهم بالايه الكريمه: وما كان المؤمنون لينفروا كافه لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا كنت بشتغل في العمل الإغاثي منذ عام قبل عام 1984، ولما وجدنا إن في عمل آخر غير العمل الإغاثي المباشر، وفي فجوة كبيرة جدا ما بين المؤسسات العربية والإسلامية، كان علي ان انا اترك العمل التنفيذي الاغاثي وابدا في عمل اخر. النفر هنا من ايه؟ من نفير، يعني ايه؟ فلولا نفر، يعني ان ننفر او ان نسارع او ان لكي ننقذ الناس او نعلم الناس الى اخره. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، يعني من عامه الناس، من عامه المجتمع، لابد ان ينفر فرقة طائفة. لماذا؟ يتفقهوا في الدين. والدين هنا فيش فقط الدين الشرعي، ولكنه في كل التخصصات ومناحي الحياة المجتمعية التي نعيش فيها. ولذلك أنا في إجابة على هذا السؤال قلت أصبح أنا من هذه الفرق أو الطوائف التي تستطيع أن تتخصص في عمل آخر يقومون به. إذا نظرنا لتفسير السعدي في هذه الآية، السعدي بيقول إن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ونهاية ما يقصدون وقصدا واحدا، اللي هو القصد الواحد اللي هي خدمة الدين وخدمة الدنيا، أو خدمة الدنيا من خلال الدين، أو خدمة الدين من خلال خدمة الدنيا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق زي ما احنا بنشوف هنا، هو في طرق كثيرة هنا، يعني إذا نظرنا لهذه الرسمة نجد إن النقط الصغيرة اللي هنا دي هي أبناء المجتمع كله، أبناء المجتمع المختلفين من طوائف مختلفة وعرقيات مختلفة إلى آخره. فيصبح من كل هذه المجاميع طائفة أو فرقة تتفقه في منحة من مناحي الحياة لتحقق الهدف العام اللي هو خدمة الدين من خلال خدمة الدنيا، أو خدمة الدنيا من خلال خدمة الدين. يبقى وإحنا بنتفقه في دين دنيانا، لابد علينا أن نحدد الهدف العام اللي هو خدمة ديننا وخدمة دنيانا. أنا إذا ذكرت كلمة ربيع، لأن يعني تتعارض كثيرة جدا مع الربيع العربي بأشياء سلبية. أنا لا أتكلم عن الربيع العربي، ولكني أتكلم عن ربيع المجتمع الذي نعيش فيه، سواء كان في المنطقة العربية، الدول الإسلامية أو الدول الأخرى. نجد هنا في الإحصائية دي بأعمار أبناء المجتمع من سن الولادة لسن ما يقرب 100 عام في آخر الصورة. فنجد إن في مصر من 0 لـ 15 33%، في الجزائر 25%، في ألمانيا وإنجلترا، في السويد، السويد مش وصلها كده، والسويد من 12 لـ 16%. ونجد هنا عشان من 12 لـ 16%، وأعمار الشباب من 15 لـ 35%
في مصر والجزائر من 23 ل 25%، وفي الدول الأخرى من 23 ل 25%. وكذلك هنا بالنسبة لمن هم يعيشون في نهاية العمر، في الدول السويد 35%، ألمانيا 36%، وبريطانيا 30%. واحنا نتمتع هنا بان نسبه الشباب اللي موجودين في المجتمع عندنا بتكون اكتر، حوالي 65% زي ما احنا شايفين في الشريحه اللي احنا واضعينها دي. لذلك لابد نهتم بربيع المجتمع. بعد كده حتى الشعراء والادباء تكلموا عن نوعين من انواع الربيع. انا مش هغني الاغنيتين طبعا، انتوا عارفين اغنيتين في العالم العربي من اشهر الاغاني. مأمون الشناوي قال كلمه، ادي الربيع عدل الثاني، يعني كان الربيع ده فصل من فصول السنه، وهو فعلا فصل من فصول السنه. وصلاح جاهين جه بعديه وقال الدنيا ربيع والجو بديع، يعني معناها الربيع ده متواجد في الدنيا دائم. فهنا بنسميه الربيع المجتمعي الذي يمثل أبناء المجتمع الذين يعيشون في نفس الوقت في المجتمع. وهنا بيمثل الربيع الفصلي الذي يمثل تتابع الفصول الأربعة والربعة. يبقى المجتمع بتتوازى فيه كل الفصول مع بعضها البعض، أما بالنسبة للمناخ فبتتوالى هذه الفصول الأربعة ولا تتوازى. ربيع المجتمعات عندنا مش زي ربيع المناخ. نجد ان في المجتمع في من هم حديث الولاده، وفي من هم اطفال، وفي من هم مراهقين، وفي من هم شباب، وفي من هم رجال ونساء، وفي من هم يعني من اللي هم من تعدوا ال 40 سنه، يعني من الرجال او المسنين او الكهوله. فكل دول بيتواجدوا في نفس الوقت. اذا في اي مجتمع من المجتمعات التي نعيش فيها كل الفصول العمريه موجوده في نفس الوقت. واهم شيء نستطيع ان نتحدث عنه الان ان المجتمع العربي ربيعه يوازي 55 ل 65% من التكوين البشري لهذا المجتمع. النسبة دي عالية جدا جدا، وزي ما اتكلمنا من قبل وقلنا أهم ثروة في المجتمع هي الثروة البشرية التي هي أهم من الثروة البترولية والسياحة والزراعة إلى آخره، لأن بدون البشر لن نستطيع أن نقيم دولة، ولن نستطيع أن نقيم وطن، ولن نستطيع أن نقيم مجتمع، ولن نستطيع أن نقيم نهضة، ولن نستطيع أن نقيم حضارة. يبقى الفصول في المجتمع العمرية متوازية مع بعضها البعض من الولادة إلى الكهولة. أما في الفصول في المناخية بتتوالى مع بعضها. المشكلة تقع فين بقى؟ تقع المشكلة في المجتمع في القيادات، ولذلك قد يكون بالناس بتعزو فشل تجربة معينة في مكان ما، مش لأن المجتمع فاشل، لأن القيادة هي اللي فاشلة. تقع المشكلة في قيادات المؤسسات المجتمعية اللي من الأحزاب، الجماعات الدينية والفكرية والثقافية، والناس اللي بيقولوا عن نفسهم إحنا النخبة أو إحنا الرموز أو إحنا كذا وكذا وكذا وكذا، والإعلاميين واللي كذا إلى آخره. المشكلة فيهم هم، لأنهم بيعيشوا كأفراد في شتاء الجمعية بتاعتهم، متقوقعين على انفسهم، يعيشوا في خريف الجمعيه بتاعتهم، ولا يستطيعون ادراك حركه الربيع المجتمع الديناميكيه في الشارع. وهنا قلنا ان الشباب في المجتمع العربي يعني نسبته كما ذكرناها من قبل بتصل الى 50 او 60% او اكثر في بعض الاماكن.
يبقى المشكلة مش مشكلة ربيع عربي أو ربيع باكستاني أو ربيع هندي أو ربيع بنجلاديشي أو ربيع أوروبي، لا، المشكلة في كيف تتعامل قيادة المؤسسة مع المكونات المجتمعية من أبناء المجتمع، وتتقوقع على نفسها في كهولة الفكر وفي كهولة العمر وفي كهولة الأداء وفي ترهل الأداء كذلك. وده اللي بيخلي أي شعب أو أي مجتمع يضجر شبابه من قياداته في كافة المناحي، سواء كانت سياسية قلت عليها أو اجتماعية أو دينية أو فكرية أو ثقافية أو إعلامية إلى آخره. الجمعيات الكهلة اللي أنا اتكلمت عنها دي اللي بقى لها 50 و60 و70 و80 سنة وتعتقد أنها ما زالت تستطيع أن تتحكم في المجتمع، ها؟ هي عايشة في خريف وشتاء عمرها وليس في خريف وشتاء المجتمع، في خريف وشتاء عمرها اللي بيفصلها عن الربيع المجتمعي، لأن الربيع المجتمعي موجود دايما لا يغيب، لا يغيب الربيع عن المجتمع أبدا، لأنه هو دائم في حركة الشباب ونهضة الشباب ونهضة أبناء المجتمع. ويتعيش هذه الجمعيات الكهلة التي تفشل أي تجربة وتفشل أي مجتمع داخل خريفها وشتائها العمري في جمعيتها أو في مؤسستها أو في جماعتها أو في حزبها أو إلى آخره. وإن لم يدرك هؤلاء أو هذه القيادات المتقوقعة في خريف شتائها أو شتاء خريفها، لن يستطيعوا أن يواكبوا حركة المجتمع الديناميكية في ربيع المجتمع الدائم. زي ما قلت قبل كده، هو الأصل في المجتمع إن في 4 فصول عمرية مجتمعية متواجدة في نفس الوقت على عكس فصول المناخ الأربعة المتتابعة. وعلى مسؤولي العمل الاجتماعي يدركوا حقيقة، حقيقة مهمة جدا، العمل العام، العمل الاجتماعي، إنهم مسؤولين عن ماذا؟ عن خدمة هذه الفصول العمرية المتوازية في نفس الوقت من منظور أن يفهموا حركة المجتمع الديناميكية في كل فصول أعمار، في أعمار فصول المجتمع أو فصول أعمار المجتمع، ويستجيبوا لحاجاتهم المختلفة وما يعيشوش هم في فصل وعمر جمعيتهم. لابد الجمعية ينظر إليها أو الحزب ينظر إليه أو الجماعة ينظر إليها أو المؤسسة الفكرية ينظر إليها على أنها مجرد وسيلة لكي تتعامل مع كافة أبناء المجتمع بمشاكلهم المختلفة في فصول أعمارهم المختلفة. هنا في تحذير مهم جدا، التحذير لإيه؟ للقيادة المجتمعية التي لا تدرك عددية وتعددية الفصول المجتمعية، هي قيادة مجمدة، يعني خلاص متلجة، خلاص خارج التاريخ، خلاص خارج الرادار، خلاص خارج الشعور، مجمدة خلاص فروزن، كأنك حاططها داخل ايه، داخل اللي سمينا عليه الديب فريزر، يعني ايه بالعربي انا مش فاكر، الديب فريزر اللي هو الايه، الفريزر بتاع التلج داخلة، ولا تمثل هذه القيادات، ها، اللي تقود هذه الجمعيات، لا تمثل على الإطلاق الفصول العمرية للمجتمع. ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه، أطفال حديث الولادة، قد يكونوا أطفال مراهقين، قد يكونوا شباب، قد يكونوا رجال ناضجين، وبعدين ده المجتمع اللي احنا بنعيش فيه في نفس الوقت. فالقائد المجتمعي لابد أن يدرك أن هناك حاجة لهذا الطفل وحاجة لهذا الكهل، لابد أن يوفي حاجات الجميع في المجتمع ولا يقصر نفسه على فئة عمرية واحدة داخل المجتمع. لابد أن يوفي حاجات النساء وحاجات الرجال وحاجات أبناء الأقليات المختلفة وحاجات أبناء العرقيات المختلفة والثقافات المختلفة إلى آخره.
لذلك القيادة لابد أن تعيش في عمر المجتمع وليس في عمر جمعيتها، في تكوين المجتمع وليس في تكوين جمعيتها، على ما تراه مناسب لها وليس للمجتمع. إن رأت الجمعية أن هذا مناسب لها لكي تبقى، خرجت عن طور خدمة المجتمع فأصبحت تخدم نفسها ولا تخدم نهائي المجتمع، تبقى على حاجتها وتبقي على بقائها ولا تحاول أن تبقي على تماسك المجتمع نفسه. تبقى دي قيادة فاشلة متخرجة متجمدة خارجة عن مسار الحياة المجتمعية الديناميكية. مفيش مجتمع أبدا مفيهوش حياة ديناميكية كل يوم تتحرك أبناؤه في كافة المجالات، مهما كان هذا المجتمع غني أو فقير، متعلم أو جاهل، في أقصى المعمورة أو في شرقا أو غربا، لكل كل بيتحرك حركة ديناميكية دائمة كل يوم للحصول على الكسب والرزق ومغالبة الحياة والمصارعة مع صعاب الحياة. هنا بنبص للربيع اهو، وهنا بنبص للشتاء والخريف. انا بتكلم عنه واتكلم عنه بمنتهى الوضوح لان احنا بنعيشه. احنا بنعيشه هنا في اوروبا مع جمعيات متكلسه ومتجمده ومتحجره، وبنعيشه في الامه العربيه مع جمعيات متقوقعه ومنعزله قيادتها عن المجتمع، والمجتمع هو قدامنا. المجتمع عايز يحيا، يجري، يبني، يغير، يطور، يرفع، يحدث نهضة، يبني حضارة. وهي المشكلة المعضلة ليست في الايه؟ في أبناء المجتمع، المشكلة هنا في قيادات المجتمع المنعزلة عن المجتمع، المتقوقعة على نفسها، المتقوقعة على عضوياتها، المتقوقعة على كوادرها، والتي لا ترى إلا ما ترى لصالح المجتمع. فرعون كان بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ احنا بنقول على فرعون ايه؟ لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. هو بس شايفها كده. وعندنا جمعيات وقيادات لا ترينا الا ما ترى هي. وهي الوحيده اللي تهدينا سبيل الرشاد. ودي المشكله الكبيره اللي حاصله في قيادات بعض او الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، سواء كانت سياسيه او دينيه او ثقافيه او فكريه الى اخره، وخاصه اللي بيعمل لنا ارتكاليه دايما دايما دايما، الجماعه اللي يقعدوا حاطين نفسهم قدام مرايه في التلفزيون ويكلمونا 24 ساعه كل يوم. الحل هو ايه؟ لابد في الجمعيه وفي الحزب وفي الجمعيات الدينيه وفي الجمعيات الفكريه والثقافيه ان يكون تمثيل لكافه الفصول العمرية للمجتمع فيها، والتمثيل الأنسب من أبناء المجتمع، ليس الأنسب من أبناء الحزب أو الأنسب من أبناء الجمعية الدينية أو الأنسب من الجمعية الفكرية. على الجمعية أن يكون فيها كل الفصول المجتمعية في آن واحد، بما في ذلك اللي هم النساء المهمشات دائما والشباب المهمشين دائما. ليه؟ ده لسه عيال صغيرة، لسه عايزين نربيهم، لسه ما استووش. يبقى كنت أنا في منطقة من المناطق كده وقعدت مع بعض الشباب، قعدوا معايا يتكلموا ضاجرين أم في لبنان وعايزين يعملوا حاجة إمكانياتهم عالية. رحت للشيوخ قعدت معاهم، قال لا لا ده لسه قعدتي خضرة، اللي عندي عقدها ما استواش. قلت له واحد من المشايخ دول قعد مع الناس دول بقى دي 10 سنين. قلت له يبقى انت اللي فاشل. اذا كنت بتربي شاب في 10 سنين على العمل المجتمعي وتعتقد انه لا يستطيع ان يتحمل مسؤوليه، يبقى الفشل من الاستاذ وليس الفشل من الشاب. وده اللي حادث في دول كثيره من الدول العربيه. يبقى ان اردنا ان نضع الحل على الجمعيه ان يكون فيها كل الفصول المجتمعيه في ان واحد، خاصه النساء والشباب. ونحن بنجد ان في كتير جدا من الجامعات الدينيه من يهمش دور خاصه النساء. وعلاقات الجمعيه تستوعب كمان
مش بس يوجدوا الديكور، في بعض الجمعيات بتحط بعض النساء والشباب ديكور عشان ناخد صوره، عشان في مانح جاي، عشان في وزير جاي، عشان في لقطه، عشان في مؤتمر، وبعدين بعد كده كب الموضوع. لا، يمثلوهم ويستوعبوهم، لان اما بنتناقش مع الشباب سرعه النقاش والتغيير عندهم مثلا ب 500 ميل في الثانيه، وانت سرعتك 5 ميل في الثانيه، فلابد ان صاحب ال 5 ميل في الثانيه يستوعب صاحب ال 500 ميل في الثانيه، وده الاستيعاب والقدره على احتواء او تفعيل او تمكين هؤلاء الشباب وتوجيههم لخدمه المجتمع. على فكره الجمعيه تستوعب جميع الفصول العمريه في ايه؟ في هياكلها الاداريه، مش في صورها المتحفيه او صورها التمثيليه المسرحيه. ها ان احنا جايين حد اوه الشباب تعالى خدوا صوره، لا العمليه مش يعني عبد الحليم حافظ كان بيقول لك كده، في اغنيه اسمها صوره صوره صوره، كلنا كده عايزين صوره، صوره للشعب الفرحان تحت الرايه المنصوره، خلاص؟ وكان بيقول صور المجتمع، ولو انت صورت مجتمع في وقت عبد الحليم حافظ هتلاقي ان الربيع موجود والشتاء موجود والخريف موجود والمراهقين موجودين والشباب موجودين والكل موجودين. بس لابد يكون له دور في الجمعيه، مش صوره نزين بيها الى اخره. يبقى علاقات الجمعية تستوعب جميع الفصول العمرية في هياكلها الإدارية ولتمثل وتخدم المجتمع ككل. مش عملية مش تمثيلية وفيلم هينتجه مرتج ولا ممثل ولا مسرحية، لا. حقيقة تمكين وتفعيل وتدريب وإدارة وقيادة لهذه القيادات الشبابية داخل الهياكل الإدارية للجمعية. حدث كبير جدا جدا في تركيا في شهر مايو، وهو لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة كان في هناك قمة إنسانية عالمية، أول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ على الإطلاق منذ إنشاء الأمم المتحدة. والقمة دي نفسها جزء من الربيع المجتمعي للعالم، جزء من التحول الفكري للعالم، جزء من وضع قيادات إنسانية جديدة على ساحة العالم والمجتمع الدولي، جزء من إحداث التغيير المناخي للعمل الإنساني في الإيه؟ في الساحة الدولية. حدثت، وأنا من تجربتي الناجحة والفاشلة والمؤلمة والمحبطة والمفعلة استفدت من دوري كمسحراتي، قلت انا مش عامل دور مسحراتي، اصحي الناس من النوم عشان يروحوا. ومع ذلك فشلنا في ان نوقظ الكثير من الجمعيات العربيه الاسلاميه لكي تشارك في هذه القمه التي لاول مره في تاريخ الامم المتحده تعقد. هنا بقى في دور، زي ما الامام السعدي قال، لابد ان يكون دورنا كفئه او طائفه من المجتمع ان تتفقه في مصال المجال اللي احنا عايزين ننجح فيه من اجل خدمه ها الأمة. رجع الصورة الأولانية بتاعت الإمام السعدي. دي لابد هنا بقى كل طائفة وكل فئة من دول ماشية في مسار واحد عشان تخدم الدنيا وتخدم الدين. ها فده دور لكل إنسان، لكل إنسان في أي زمان وفي أي مكان، إن هو يتبوأ هذه المهنة، سواء كانت في الطب أو الزراعة أو الاقتصاد أو العمل الإنساني أو إلى آخره، لكي يخدم مجتمعه ويخدم دينه ويخدم دنياه، أو تخدم مجتمعه تخدم دينه وتخدم دنياه. نرجع تاني للقمة الإنسانية. فلما نبص في حاجة زي كده، هو القمة الإنسانية ربيع، خلاص؟ إحنا بقى لو ما استفدناش منها وعضينا عليها بالنواجز وفعلنا آليتها هتتحول إلى خريف وشتاء وتجمع. لذلك يجب علينا أن نديم الربيع القمة الإنسانية. واللي أنا بقول بيه أختم بيه أن ربيع المجتمعات لا ينقضي على الإطلاق. زي ما أنا قلت في الأول، خاصة المجتمعات العربية واللي شايف فيها مسؤول قرابة 60% من التركيبة السكانية،
ولا تستطيع، أقول تاني وثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر، مؤسسة في الشيخوخة المجتمعية أن تدير هذه المجتمعات الشبابية. لن تستطيع مؤسسة في الشيخوخة المجتمعية في هياكلها الإدارية أن تدير هذه المجتمعات الشبابية الديناميكية التي تحدث طفرة في المجتمع في كافة مجالاته. دي بعض الأشياء من القمة الإنسانية اللي حصلت. ها، وهنا كان في جلسة جايبين فيها اللي هم أبناء الجاليات المهمشة من هنا من اليمن ومن لبنان ومن المناطق اللي فيها صراعات، ومن كازاخستان وأوزبكستان والصومال وكذا وكذا وكذا، وكان ناس بتجتهد عشان يكون لها دور. لكن ما نقعدش احنا في بيوتنا ونعمل، في مثل بيقول لك القاضي يعمل فاضي والفاضي يعمل قاضي، او الفاضي دايما قاضي، ونقعد نرمي الناس ونصنفهم وفي بعض كثير من الاحيان نكفرهم الى اخره. لكن لابد علينا من المشاركه في كافه مناحي المجتمع والحياه فيه، وكافه مناحي ومسارات المجتمع الدولي ومساراته، اذا اردنا ان نبقي على دورنا الوطني في المنظومه الدوليه. طبعا انا اختم الكلام، طبعا مش محاضره، انا اختم الكلمه اليوم وارجع مره ثانيه واقول وارجع لاول سوره حطيتها. ان احنا ثروتنا هي طبعا تخصص زي ما فسره الامام السعدي، بعد كده ثروتنا هنا في الشباب وفي المجتمع في النساء في الرجال في الاطفال، دي ثروتنا. ان كنا فعلا قاده مجتمعيين حقيقيين فعلينا ان ندرك اننا نستطيع ارشاد هؤلاء الشباب بتكوين هذه الطوائف من الفرق المتخصصه التي تعمل على بناء المجتمع واكمال مسيره نهضه المجتمع وبناء الدنيا والدين. يا سلام. ما هو السبيل للاستغلال الربيع العربي باستخدام عوامل قابله للقياس؟ كل شيء قابل للقياس هو بيعتبر مبادره. بالك؟ بغض النظر نسميها ربيع عربي او خريف عربي او شتاء عربي الى اخره. يعني انا لكي اقيس عمل اعمله اعرف انه ليه بدايه وليه نهايه وليه معايير وليه فعاليات وليه شراكات، واقيس كل اداء. يعني مثلا انا عندي مثلا، لو احنا رحنا في مكان ما واردنا ان نعمل مشروع للميه، مشروع للميه مثلا او مشروع للتنميه الاسريه، هقيس نجاحه ازاي بكم عدد، انا هعملها دي، انا ذكرت مثلا ده قبل كده، عدد الساعات التي توفرت لامراه في البيت استطاعت ان توفر جهدها ووقتها من ان تنزل من الجبل، قمه الجبل لقاع المجتمع لقاع الوادي، عشان تجيب 5 لتر ميه كل يوم. ومجرد انت ما بتحط خزان الميه فوق تبتدي توفر للمراه دي او للطفل اللي كان محرومه من التعليم 5 أو 6 ساعات كل يوم. فالمراه بتستفيد من الخمس ساعات دول، بتعمل تطبخ لجوزها، ترعى اولادها، تشتغل في عمل يدوي اخر، تساعد جوزها، تساعد اولادها. البنت اصبحت تروح للمدرسه، فده قياس، مش عمليه كم حنفيه ميه دخلناها البيوت، عملية كم هو الوقت والفائدة من إدخال هذه الحنفيات لكل بيت من البيوت. إن أصبح دلوقتي العبء الجسدي والعبء الذهني على الرجل وعلى المرأة في إيجاد مية صالحة للشرب في البيت توفر عليه هذا الجهد، ده مقياس الأثر. بالنسبة لثورات المجتمعات أو اللي هو نهضات المجتمعات، ما لا تقاس بالأيام. اللي يقيس نمو مجتمع باليوم هذا انسان هوائي، لان مفيش زرعه بتزرع النهارده بتطلع بكره، الملوخيه بتاخد لها اسبوعين، الفلاحين يعرفوا اكتر مني، النخله بتاخد لها كام سنه،
ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين وهكذا. فاذا انتم اردتم ان تقيسوا ان التغيير المجتمعي سيحدث بين عشيه وضحاها يبقى احنا خاطئين. لو احنا اعتقدنا ان احنا الفساد اللي في اي دوله من الدول حتى هنا في الدول الاوروبيه والامريكيه في فساد هيمحى بين عشيه وضحاها، لا بيكون له مسيره. والمسيره دي بتاخد سنوات من الاصرار من القياده السياسيه على محاربه الفساد. فقياس الاداء بياتي بوضع المعايير قبل البدء في المبادره. في سؤال تاني، حضرتك بتقول دلوقتي تفعيل دور الشباب في الجمعيات وفي المؤسسات. طيب كيف يمكن اقناع القيادات المجتمعيه باهميه دور الشباب وخصوصا بعد فشل يعني الربيع العربي اللي كان بيقوده الشباب؟ طيب انا برضك مش عايز اخش في الربيع العربي كمان، لكن مثال هو الربيع العربي ده ما فشلش ابدا والشباب ما فشلوش. اللي فشل هم القيادات بالعربي، يعني كان بمنتهى الصراحه اللي فشلوا هم القيادات لانهم عملوا فجوه كبيره بينهم وبين الشباب. زي ما انا قلت القيادات تكلست وتحجرت وتجمدت واصبحت تماثيل، ومنهم اصبح دمى يستغل تستغل. فلذلك اللي فشل مش الشباب، اوعى تقول ان الشباب فشل. الشباب في اي مجتمع هم اساس النهضه واساس التغيير واساس الحركه المجتمعيه في البناء واساس التضحيه، واخد بال حضرتك؟ اما اللي فشل واللي المفروض انه يراجع نفسه بقى، ونرجع للسؤال الاول بيقول مقياس الاداء، مش كده قلنا مقياس الاداء مش انت بتقول كده؟ ان احنا نرجع لهذه القيادات اللي كانت ماسكه، سواء كانت قيادات دينيه او سياسيه او فكريه او بلوطيه او مش عارف ايه، نقول تعالوا هنا بقى انتوا السبب في الفشل. لان انتوا عملتوا فجوه بينكم وبين الشباب. متى سيستظل الشباب بحكمتكم ليستطيعوا ان يكونوا قاده الحاضر والمستقبل؟ في ظل رعايه القيادات الحزبيه والقيادات المجتمعيه المختلفه. صراحه يعني انا اتكلم من تجربه، لان في الفتره اللي فاتت دي كلها انا سافرت بلاد كثيره، منها تونس منها الصومال منها مصر منها ليبيا منها زي ما انت عايز تقول لبنان كذا 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 كذا، واتقابلت مع الشباب دول واتقابلت مع الجماعه المتجمدين المتكلسين المتحجرين. لا بقول لك ما فيش حاجه هتحصل لان احنا بنحافظ على القيم واحنا بنحافظ على المبادئ. الكلام ده كان ايه؟ زي نجيب فيه مثلا ايه فيلم ابن حميدو مثلا، ولا فيلم اسم كده اللي هو بتاع رصيف اللي هو محمود المليجي وسوري فريد شوقي وزكي رستم وهو بيصلي ركعتين هو حشاش وبتاع بتاع ايه بتاع قاتل وكذا الى اخره. فما يجيش بقى واحد قاعد متكلس في عمر جمعيه يقول لك الشباب فشل والشباب ده ارعن. لا الشباب مش ارعن، الشباب هو اول من ضحى. هو في كل الثورات لو انت بتتكلم على الثوره في مصر في سنه 52 او الثوره في ليبيا او الثورات كل او الثوره في امريكا اللاتينيه اللي هو كاسترو فيدل كاسترو وجيفارا كل الشباب كان كل الشباب لكن استطاعوا ان يبنوا مجتمع. اما عندنا في المنطقه بتاعتنا فما زال القياده الى يومنا هذا لا تريد ان تمكن الشباب من قيادات او المشاركه في القيادات او انها تشجعها على ان تصبح هي قيادات مجتمعيه. المثل بيقول لك ايه؟ انكبر ابنك خويه، انت انكبر ابنك اديله على قفاه او اديله شلوت او وقفه بره في الطابور. لكن لو في شركتك الخاصة بقى يا أخي أنت يا قيادات يا رموز يا رموز يا متكلسة ويا رموز يا متحجرة، لو دي في شركتك الخاصة بتجيب ابنك وبتجيب بنتك وبتجيب بنت خالتك وبنت عمتك وتقعدهم. طب اشمعنى في العمل العام ها بتقصي الشباب؟ يعني في العمل احنا عندنا سكيزوفرينيا عند بعض القيادات المجتمعية سواء كانت حزبية سياسية أو اجتماعية أو دينية أو إن هم في عملهم الخاص بيجيبوا أحسن ناس وبيملكوا أبنائهم. أما العمل العام وهم بيتحجروا عليه. فبالنسبة لما حدث في الدول العربية إحنا لن نسيء إلى الشهداء من الشباب من كل الدول، هم أحسنوا وأجادوا، والذي خذلهم هي القيادات المجتمعية المتكلسة المتحجرة المتقوقعة
قال ايه مت ايه فروزن يعني متفرزه متجمده متجمده. خلاص طب نشكركم وجزاكم الله خير، وان شاء الله نلتقي معكم غدا باللغه الاعجميه الاولى اللي هي اللغه الانجليزيه الساعه 6:30 نفس المحاضره بتوقيت بريطانيا او 9:30 توقيت مكه. وثانك يو ناو فور توداي اند تومورو ويل سي ذا deliver the talk in English at 6:30 in the evening London time at 9:30 actually Mecca time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.